السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا قناة ام عائشة. بنات اليوم ان شاء الله بحول الله، اولا بدا كنقول لكم شكرا لكم كاملين الحبيبات ديالي، شكرا شكرا بزاف على المجهود ديالكم اللي كديروا معايا، الله يحفظكم ليا كاملين. البنات اليوم نقدم انا وياكم كيفاش الطريقه ديال باش نقضوا الليمون، وكيجي ليمون مصير واعر، وكيوجد لنا كما كنقولوا بابسط الوقت، يعني شنقول لكم فوق قليل كيوجد لنا الليمون ديالنا. المهم البنات انا دابا غادي ندوز نغسلو، ومن بعد نتلاقاو انا وياكم. البنات هانتوما نعسلت الليمون ديالي، انا رجعت معاكم. كنحتاجو لواحد القرعه، يعني كما كانت عندكم البنات، انا عندي غير هذه ديال لي بات اللي كندير فيها لي بات، يعني ما عنديش قرعه ديال الزاج، مهم غير بلاستيكه ماشي شي حاجه. نتوما البنات يعني القدر اللي عندكم، فهمتوا؟ يعني حتى ما عندكمش هذا القدر ديال الليمون تقدروا ديروا حجم صغير، والقرعه كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا غندير غير في هذه اللي عندي حيت ما عنديش القرعه. صافي، وحتاجي وخصني معلقه تاع الزيت او جوج زيت مائده، والملحه، والماء راه رديتو يطيب اللي غادي نخويه على الليمون ديالنا. كنشدو الليمون بحال هكا، نتوما اللي بغيتوه البنات اما تقسموه بحال هكا على اربعه او غير على جوج. بسم الله، كنعمروا البنات داك الليمونه ديالنا مزيان بالملحه. كما قلت لكم البنات كنشريوه من الزنقه بالثمن، علاش ما نديروش في دارنا؟ كما قلت لكم اللي بغيتو تقسموه على جوج او تقسموه على اربعه، ماشي غادي نقسموه على جوج، شي غندير ليه على اربعه. غير الملحه البنات خصكم ديروا الملحه ديال بصح. بغات تشحل فمها هذه. وكنبقاو البنات على هذه الطريقه حتى كنساليو الليمون ديالنا كامل. صافي البنات انا كملت الليمون ديالي، دابا غنزيد ليه شويه ديال الملحه من الفوق. البنات نتوما الا بغيتو تزيدوا الوريقه ديال سيدنا موسى او زعيطره او شي حاجه كيمكن لكم. صافي البنات، وهانتوما كما قلت لكم يعني سخنت الماء، بسم الله، وغنخويه عليه. يعني البنات هذه طريقه غتوجد لكم دغيا الحامض ديالكم. صافي، يغطس كامل في الماء، وغنزيد عليها البنات كما قلت لكم واحد المعلقه هكا ديال الزيت، زيت مائده. ها نتوما البنات صافي، وكنسدو على الليمون ديالنا، وكنخليوه كما قلت لكم البنات سيمانه كتلقاو الليمون ديالكم موجد. غير واحد النصيحه البنات، ملي تبغيو تجبدوا الليمون ديالكم ما تبقاوش تخشيو يديكم، يعني بشي فرشيطه ولا شي حاجه باش ما كيديرش داك الضبابه اللي كتولي زرقاء بحال الغموليه، يعني كيولي كيعطي واحد الديكور خايب. الليمون الاخر البنات انا نوريكم شندير به. هذا البنات كنقطعو
وكنديرو بحال هكا وكنديرو في الكونجيلاتور. مثلا بغيتو ديروه في عصير البنات او ديروه في الماء كتلقاوه عندكم واجد. نتوما كيما كتشوفوا معايا كتمشي صافي كتهزي وديري به داكشي اللي بغيتي، يعني لاي حاجه بغيتي تخدميه فيها البنات كيكون عندكم كيما قلت لكم كتقطعوه ويكون واجد صافي، غير كتهزوا وتخدموا به داكشي اللي بغيتو، واش ديروا به كريمه او مهم راكم عارفين الليمون كتستعمليه في بزاف ديال الطرق. منبوش لكم يا البنات الريحه اللي طالعه من هذا الليمون، يا سلام. الوالده ديالي كانت كدير البنات واحد الطريقه ديال الليمون اللي كيديروه الزيتون، خساره ما عنديش الزيتون، لو كان عندي الزيتون البنات والله غنديرها معكم وتشوفوها واحد الطريقه زوينه. كتشد بحال دابا هكا الليمون وكتنقيه، يعني كتحيد ليه كاع هاد الجلفه هذه وكدير وكتحيد ليه العظومه وكتشد الملحه وكتخويها كتخويها على داك اللب ديال الليمون وكتبقى تبغزو هكا بيديها، كتبجغو بيديها شحال المصطلحات كتبجغو يعني المهم يعني كتحاول تخلطو تحيد ليه كاع داك الملي داخل ديالو صافي. وكتشد الزيتون كتشد الزيتون كتكون ديما عندها مرقد في الماء وكتبقى تبدل عليه الماء حتى كيولي داك الزيتون ما كيبقاش مر، يعني كيولي بحال دابا حلو يعني تقدري تاكليه. وعاد كدير ليه داك الحامض، يعني كتصفي ليه داك الماء كتحيدو ليه وكدير ليه هذا الحامض كما قلت لكم داك الطريقه اللي كدير. كيجي روعه يا البنات والله، ولكن كي قلت لكم كون كان عندي الزيتون غادي نوريكم هذيك الطريقه، ولكن دوماج البنات ما عنديش. فمرة اخرى ان شاء الله نمشي عند الوالده نصوبو انا وياكم. لقيت وقت الزيتون دابا كاين الوقت ديالو، ولكن يمكن نمشي هذه طايبه يعني خصنا نحيدوها. كنمشي هذه ما عجبتنيش البنات، شوفوا كي دايره نزولها باش ما تضيع ليا كلشي. كما قلت لكم اما كنمشي في الاخر القوم سلاو، اما الا مشيت في الوقت ديالو. واكيد هي كدير كما قلت لكم واحد الطريقه بحال ملي كتخلي الحق ديالي كديرو ما كديرش ليه الحامض، حيت ملي كدير ليه الحامض كيخصك دوزي غير شي ايام صافي وتبداي تاكليه. اذا خليتيه يعني هكذا يعني كيضيع كيولي كيرشى، يعني كان الحق ديالي انا كنلقاه مخليه لي مسكينه كتخلي ليه بحال دابا غير بالماء وما كتبقاش تدل عليه الماء، كتخلي هكا كيبقى البنات زوين كيبقى على طول العام. كنوعدكم ان شاء الله البنات حقي غنشاركو معكم ان شاء الله يا ربي. صراحه بلا هاد الليمون شهاني البنات، بغيت تشهيت غير شي طورطه ديال الليمون بغيت هي اللي تشهيت بالكريمه ديال الليمون كتجي روعه. لكن الوقت يا البنات ما عنديش باش نصوبها.
صافي البنات هنا هادي الله اكبر كيف نسدوها بداك البلاستيكه ديال صافي البنات كندخلوها بحال هكا للفريجو اللي عندها الكونجيلاتور كديروها في الكونجيلاتور البنات اللي ما عندهاش كديروها في الثلاجه عاديه صافي البنات وكما قلت لكم يعني فيما كتبغي دير شي حاجه كتجبدو كتلقاه واجد وهذه البنات غتشدوا البلاكار ديالكم البلاصه اللي مظلمه وغديروه فيها كما قلت لكم سيمانه صافي تبداو تستعملوا الليمون ديالكم غير جربوها البنات اكيد غتعجبكم ان شاء الله بحول الله وكنضرب لكم موعد واحد اخر ان شاء الله فيديو واحد اخر كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف الحبيبات ديالي ريح خطيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيت ما كنبغيش نطول عليكم وانا واقيلا الهضره عندي ما كتسالاش بر 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 والله ما كنسكت خصكم تحيدوا البريز الا بغيت نسكت المهم اخوتي تبارك الله عليكم كنضحك معكم ومع السلامه يا الحبيبات ديالي من بعد الفيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي الى اللقاء يا اصدقاء